ونزولا عند رغبة زملائي وأبنائي من منتسب المنطقة العسكرية الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرب، والذي أنا واحدا منهم، أعلن نيابة عنهم دعمنا وتأييدنا السلمي لثورة الشباب السلمي. بين الجيش ومختلف الأطياف في صعدة مثل ما حصل في هذا الجيش. يوجد بقي فيها جيش؟ الجيش موجود. الجيش اليوم بعد أن ذهب سبب الخلاف أصبح صعدة كلها مع الشرعية الشعبية. من يقود صعدة؟ من يقود صعدة الآن؟ أبنائها صعدة عادة الآن إلى الوطن. اليوم أنا أدعو السعيدة مثلا اذهبوا إلى صعدة قابلوا محمد عبد السلام، اذهبوا إلى الأخ صالح حبرة، كلهم روحوا لهم أصعب عليهم. اذهب آمن. ماذا سنجد؟ اذهب آمن، لن تذهب وأنت خائف مثل ما كنت خائف من السابق.